مساء الخير عليك خالد وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع متابعي السعودية الرياضية في الجولة 21. الاتحاد في هذا المساء يستضيف نادي الفتح، الاتحاد الذي مر بموسم مختلف تماما أو ثلاثة مواسم متتالية لم يقدم فيها الاتحاد مستواه المعروف ولم يرضي فيها عشاق. الاتحاد اليوم بعد رحيل السيد كانيدا المدرب السابق لنادي الاتحاد وحل بديلا عنه ابن جلدته السيد بينان ليكون مسؤولا فنيا عن الأمور الفنية في نادي الاتحاد. اليوم تشكيلة نادي الاتحاد مباشرة زميلنا خالد، أو قبل ما ندخل في التشكيلة خلينا نتكلم عن غيابات نادي الاتحاد. اليوم يغيب عن نادي الاتحاد رضا توكر بداعي الإصابة، والكابتن نايف هزازي بسبب الإيقاف بثلاثة كروت. المهددين بالإيقاف في هذا اللقاء الكابتن محمد نور الذي تحصل على كرتين سابقين، والكابتن إبراهيم هزازي الذي يحمل في رصيده إلى الآن خمسة بطاقات صفراء قد تكون السادسة في هذا المساء تمنعهم من المشاركة في المباراة القادمة. تشكيلة نادي الاتحاد أو طريقة لعب نادي الاتحاد ستكون اليوم 4-1-4-1. اليوم يمكن نلقى اختلاف بسيط أو قد يكون فنيا مختلف كثيرا لدى محللين الكرام. تشكيلة نادي الاتحاد في هذا المساء: في حراسة المرمى يتواجد فواز القرني، في خط الظهر من اليمين إلى اليسار كظهير أيمن اليوم يتواجد المحترف مودست إمبامي بجانب أحمد عسيري وأسامة المولد، كظهير أيسر اليوم يتواجد حمد المنتشري، كمحور ارتكاز اليوم يتواجد سعود كريري، من أمامه إليساندرو ومحمد نور وأحمد الفريدي وفهد المولد، في خط المقدمة يتواجد المحترف البرازيلي روسي. ما يخص احتياط الاتحاد في هذا المساء: فواز الخيبري كحارس مرمى، إبراهيم هزازي، مشعل السعيد ومحمد أبو سبعان، عبد الفتاح عسيري وسلمان الصبياني ومختار فلاتة. المختلف في هذه المباراة عن المباراة السابقة فنيا: دكة البدلاء في نادي الاتحاد قوة هجومية متواجدة كبدلاء بعكس ما كنا نشهده مع السيد كانيدا. حضور جماهير الاتحاد علامة فارقة بصراحة. نادي الاتحاد فريق يقبع في المركز السابع، فريق بعيد عن المشاركة الآسيوية، فريق ابتعد عن مشاركة كأس ولي العهد أيضا وبعيد عن منافسة الدوري، ولكن ما زالت جماهير تقدم ما عجزت عنه أن تقدمه بعض الجماهير للأندية أخرى تنافس على البطولة. التحية لهذه الجماهير الرياضية بشكل عام، أمنياتنا بالتوفيق للفريقين في هذا المساء. في الجانب الآخر والفريق القادم من الأحساء بجماهيره نادي الفتح، عمار أخبار الفتح وما الجديد لديه؟ الجديد أنه متصدر الفتح وباقي 6 مباريات هي الرياض. الفتحاويين يحاولون الحصول على 10 نقاط من 18 نقطة متوفرة. الفتح يحتاج لانتصار في 3 مباريات والتعادل في مباراة ليبقى في الصدارة في حال فوز الهلال والشباب في جميع مبارياتهم المتبقية. الفتح المتصدر الذي سجل 41 هدف هذا الموسم، أكثر من 15% وأكثر نسبة الأهداف كانت مش بالقدم اليمنى ولا باليسرى، تقريبا كانت بالرأس. دور السلم والوحده سجل 8 أهداف بالرأس. دور السلم وهذا اللاعب اللي له أدوار الكثير يمكن يعرف دور السلم كهداف وكعنصر فعال في خط المقدمة، له دور رئيسي في تكتيك السيد فتح الجبالي، مش في العرضيات في ضربات الزاوية أو في داخل منطقة الجزاء، لا، دور السلم هو اللاعب اللي يستقبل الكور من ضربات المرمى، من جميع رميات التماس في جميع الماك في جميع الأماكن في الملعب عشان الفتح يلعب على الكرة الثانية. هذا هو تكتيك يمكن واضح للسيد فتح الجبال، شاهدناه في جميع المباريات الماضية. صعب أنك تسيطر على دور السلم من ناحية الارتقاء، ارتقاء ما شاء الله تبارك الله، ارتقاء في غاية القوة والروعة. بالنسبة لفريق الفتح، بعض المعلومات عن فريق الفتح وبعض الأرقام مقدمة من موقع إحصائيات الدوري السعودي، بعض الإحصائيات تبين ليش الفتح متصدر الدوري. الفتح هو أكثر الفريق طبعا أكثر الفرق فاز في أرضه، هذه معلومة مش جديدة، وأكثر فرق فاز في الدوري، لكن أكثر الفتح أكثر فريق افتتح التسجيل ويحافظ. إذا سجل الفتح يعرف يحافظ في 14 مباراة انتصر فيها، بدأ بالتسجيل وحافظ على انتصاره. وأكثر فريق استفاد من اللعيبة الأجانب الفتح، وشارك يمكن 13 مباراة شاركوا مع اللعيبة الأربعة الأجانب كأساسيين. وأكثر الفرق اللي بدأ بتشكيلة ثابتة هو فريق نادي الفتح. إذا جينا في الدوري قلنا من الثنائي المتجانس كلاعبين خصوصا من ناحية صناعة الأهداف والتسجيل، يمكن الأول هو كاماتشو مع سيباستيان تيغالي، لكن بعد كذا يجي الثنائي دور السلم مع ألتون سجل 4 أهداف، ودور السلم مع حمدان الحمدان مسجلين 4 أهداف. التناغم هذا مش مستبعد في ظل ثبات التشكيلة، في ظل الرؤية الواضحة والإمكانيات، اللعب على الإمكانيات ومعرفة الإمكانيات من السيد فتح الجبال لفريقه. أيضا نجي لتشكيلة فريق الفتح في حراسة المرمى، مش غريبة، محمد شريفي في حراسة المرمى، خط الدفاع من اليمين لليسار عبد العزيز العويشر، بدر النخلي، كيمو سيسوكو متخصص رميات التماس، بالإضافة لعدنان فلاتة في اليسار. المحور لنادي الفتح اليوم محمد الفهيد، التغيير حيكون حسين المقهوي، نتيجة حنقول ليش حسين المقهوي اليوم مشارك محور، أمامه إلتون خزيه، حمدان الحمدان، وربيع السفياني. مقدمة نادي الفتح اليوم طبعا
النجم الفريق واحد اهم عناصر الفريق والاسلوب التكتيكي اللي اعتمد عليه فتح الجبال دوريس سلم. احتياطي نادي الفتح اليوم اسامه عاشور وعبدو برناوي فايز العلياني واحمد احمد الموسى. هذا احمد الموسى اكثر لاعب تم اشراكه كبديل في الدوري. احمد الموسى، مبارك الخضري، ومبارك الاسمري. مبارك الاسمري اليوم تواجد عن الدكه طبعا بسبب مشاركته امس في دوره عسكريه مع منتخب البريه، القوات البريه، شارك في اكثر من شوط ونصف. قرر السيد فتح الجبال راحته. أيضا حمدان الحمدان شارك أيضا في دورة نفس الدورة العسكرية ولكن مع فريق القوات البحرية، بس شارك في شوط واحد. واليوم الكابتن فتح الجبال أعطاه الفرصة أنه يشارك كاملا. طبعا الغيابات عن فريق نادي الفتح، عبد الله العويشير في حراسة المرمى كحارس، وربما المباراة القادمة يكون جاهز، بالإضافة لشادي أبو هشاش الذي يعاني من تمدد في العضلة. بس رياض المزر ذكر أنه الفتح حضر بجماهيره. نعم الفتح حضر بخمسة باصات من الحسا بالإضافة إلى ثلاث باصات من مكة وجدة. حضور يمكن نشاهده مع يمكن مخرجنا العزيز فادي الزهراني، حضور رابطة نادي الفتح. المباراة المتبقية لنادي الفتح بعد هذه المباراة الفيصلي في الحسا، طبعا هجر الفتح في الحسا، الفتح يستضيف أيضا الأهلي في الحسا، بالإضافة للوحدة في مكة والاتفاق في الدمام. المهددين بالإيقاف من الفتح عدنان فلاتة وكيمو سوسوكو دوريس سلمو فايز العلياني وعبد العزيز بوشقرة. آخر معلومات نذكرها عن الفتح هي الصبر. الصبر موجود في نادي الفتح، الكابتن فتح الجبال عرف يزرع الصبر في لاعبي بشكل ما شاء الله تبارك الله. الفتح مسجل قلنا 41 هدف، 10 أهداف في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، و11 هدف في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني. فريق صبور، فريق ما يستعجل، فريق يعرف يلعب على إمكانياته. هذا هو الفتح اللي يمكن لو قلنا مين اللعيب اللي شاركوا أكثر من 100 دقيقة ومن 90 دقيقة طوال الموسم، فقط 17 لاعب شاركوا أكثر من 90 دقيقة. هذا هو الثبات عشان نعرف ما نقول هي الفريق هذا مش فورة، هذا فريق مبني على خطط وعارفين إمكانياتهم وبيلعبوا على إمكانياتهم. خالد المايك معاك ومع ضيوف الكرام.